الحمد لله والشكر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعد عن الوطن صعيب صعيب، ولما تتراكم عليه تزيد عليه المسؤولية أصعب فأصعب. الحمد لله العودة ميمونة، وما تبقى إلا القليل قليل جدا إن شاء الله. أتمنى لكل الشعب الجزائري برمته كل خير إن شاء الله، وسنة جديدة تكون ملؤها سعادة، قضاء الحاجة إن شاء الله بالنسبة للناس المحتجين والمعوزين. إن شاء الله الشتاء هذا ما يجيهمش صعيب بزاف. على كل حال مهما كان الحال، الدولة راها في مساعدتهم صباح مساء، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وكل مؤسسات تاع الدولة. أتمنى إن شاء الله سنة 2021 تكون أحسن بكثير 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 من سنة 2020. وفي الأخير كذلك الحمد لله والشكر.